طبعا زي ما قلت لحضراتكم، هي نتيجة المباراة مش مؤثرة خالص في سباق القمة والقاع بجدول الترتيب. يعني الأهلي خلاص حسم لقب الدوري قبل 6 جولات على نهاية الموسم، وضمن طلائع الجيش بقاؤه في الدوري بعد احتلاله المركز العاشر برصيد طبعا 41 نقطة. خليني أقول لكم كمان أن بيتسو موسيماني استقر على طبعا التشكيل اللي هيخوض بمباراة النهاردة قدام طلائع الجيش، طبعا هتكون الساعة 8 زي ما قلت لحضراتكم. من المتوقع أنه يدفع بعلي لطفي في حراسة مرمى الأهلي في مباراة النهاردة بعد ما استبعد محمد الشناوي من القايمة، وده طبعا حارس مرمى الفريق استبعده من القايمة. وتشكيل الأهلي المتوقع قدام طلائع الجيش هيكون كالتالي: حراسة المرمى علي لطفي، خط الدفاع محمود وحيد، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، وأحمد فتحي، خط الوسط محمد مجدي أفشة، صالح جمعة، وليد سليمان، جيرالدو، ومحمود عبد المنعم كهربا، خط الهجوم أليو بادجي. وطبعا يمكن هيبقى معنا كمان المراسل بعد شوية نعرف منه إذا كان التشكيل الرسمي معايا ولا لسه كلام كتير قوي عن مباراة الأهلي وطلائع الجيش، بس بعد الفاصل.